أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بيروت اليوم. أستضيف الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمد محسن صالح، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. هل تنجح الحكومة بتخطي الخلاف حول الثلاثية قبل انتهاء المدة الدستورية لصياغة البيان؟ جامعة الدول العربية تلتئم الأحد المقبل، أي صيغة بيان سيوصلها لبنان إلى الجامعة في مسألة المقاومة؟ قضية سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائهم من قطر، ما هي خلفياتها؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ محسن صالح، الخبير الاستراتيجي والأستاذ الجامعي. لو سمحت خليني بلش من النقطة التي يعني الخبر الذي ورد الآن، أمر ملكي سعودي باعتبار حزب الله السعودي وتنظيمات داعش والنصرة والإخوان المسلمين والقاعدة جماعات إرهابية. هذا هو التوضيح اللي إجا حزب الله السعودي كما صدر في أمر ملكي. كيف نقرأ هذا الأمر الملكي بعد التطور امبارح، طرد السفير القطري وقطع العلاقات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي السعودية الإمارات والبحرين وقطر. ضد قطر، كل هذا الباكج يعني شو ليش وصل لهون؟ ما هي الأمور التي أوصلت الأمور إلى هنا؟ يعني أولا خلينا نقول أنه دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون حالة مشكلة كبرى بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للتركيب هذه الدول وعلاقاتها فيما بينها، وخاصة يعني مثلا السعودية مع عمان، السعودية مع قطر، السعودية حتى بلحظة من اللحظات تقريبا مع الإمارات، خاصة عندما كانت مثلا السعودية ساكتة على النظام بمصر وكان هناك مشكلة بين الإمارات وما بين النظام في مصر. صحيح تاليا أن السعودية يعني ساهمت بإزاحة الإخوان المسلمين عن سدة الحكم بمصر، بس ولكن في البداية كان هناك سكوت بالوقت اللي كانت الإمارات هي عم بتخوض هذه المعركة. الآن هذه المشكلة باعتقادي أن لها بنيت الأنظمة في الخليج لم تعد مهيئة لأن تستمر، خاصة في ظل هذه التحولات في المنطقة. يعني مثلا عندما تطالب السعودية مثلا أو دول الخليج مع الغرب بديمقراطية ما في مصر، معنى ذلك أن هذه الديمقراطية مفقودة في دول الخليج. الأمر الآخر عندما تطالب هذا الأمر في سوريا أيضا هي مفقودة من دساتير ومن حكم شعب ومن مساهمة شعبية، حتى قيادة السيارة مثلا في السعودية ممنوعة، عدا عن أنه الدول الثانية لم تبني مقدرات بنيوية تستطيع أن تحمل هذه الدول إلى دول متقدمة أو متطورة تستطيع أن تتحدث إلى العالم بها. لذلك ما يحصل من حركات، يعني هذا القول السعودي بالنسبة لداعش وبالنسبة للنصرة أنها حركات إرهابية، هذا أمر معروف وهي تعرف هذا الأمر وتعرف هذه المجموعات، لأنه مجموعات كبرى من السعوديين خرجوا من هذه البلد نتيجة العقيدة. أما بالنسبة لحزب الله السعودي، يعني أنا ما بعرف أنه في حزب الله سعودي، يعني ليس هناك، يعني وانت ما بعرف اذا عندك معلومات عن هذا الموضوع. ليس ما بعرف هناك، لان بين يعني الامور ساعة بيقولوا حزب الله ساعة بيقولوا حزب الله السعودي، بعد ما اجى التوضيح الاساسي يعني هلا عم يجي الخبر من بعد المصادر يعني الصحفية. انا باعتقادي انه بس إذا كان الجديد ايضا استاذ محسن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، يعني هذا باعتقادي نتيجة العلاقة المستجدة مع النظام الجديد في مصر وما يحصل من محاولات قتل أو اشتباكات وما إلى هنالك،
ربما أدت بهذا النظام إلى القول إنه هذه جماعة إرهابية لمنع المنتسبين إليها أو منع الناس الذين يعني ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على بعض السياسات من القدرة على التأثير السياسي والاجتماعي. يعني وقت اللي تصير حركة إرهابية يعني محظورة يعني ممنوعة يعني في إمكانية لاعتقال هؤلاء وزجهم في السجون دون أي رادع أو أي إذن. حتى الأمريكان معترضين على هذا الأمر، مسألة تسمية الإخوان المسلمين كحركة إرهابية. بس ولكن مهما يكن من أمر، السعودية عندما أنشأت القاعدة هي والولايات المتحدة الأمريكية هي تعلم هذه المجموعات الإرهابية التي اختلفت معها في لحظة من اللحظات ووصلت إلى ما وصلت إليه من خلال سياسات أدت إلى ظلم الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي تشويه ما الإسلام بما يسمى إسلاموفوبيا والعمليات التي حصلت منذ 11 أيلول للآن. ولكن السياسات الأمريكية لم تترك مجالاً إلا لكرهها ولكره سياساتها وطبعا سياسات من يتبعها في هذه المنطقة، بغض النظر عن الموقف من طبعا القاعدة والنصرة وداعش. هي حركات تقتل المدنيين يعني بدون أن يرف لها جفن، وهذا أمر غير مقبول لا في الفلسفات ولا في الشرائع الدينية ولا في الاجتماع ولا في أي شيء من الأشياء. لذلك السعودية إذا كانت فعليا تريد محاربة الإرهاب حقيقة، ما كان يجب أن تبدأ خطوات كالتي تستمر فيها في سوريا وفي العراق وفي دخولها إلى البحرين. في البحرين هناك ثورة شعبية سلمية، هناك ثورة شعبية سلمية يدخل ما يسمى درع الجزيرة من أجل قمع شعب يشكل طيب قديش عدد سكانها. أستاذ محسن، المرحلة المقبلة شو هي من بعد هذه الإجراءات التي تتخذها السعودية إضافة إلى الإمارات إضافة إلى البحرين؟ هناك يعني تحريم جديد هلا عم تجي مع بعض يعني الأخبار، تجريم إصدار فتاوى للقتال في الخارج، تجريم إصدار فتاوى للقتال في الخارج أو جمع تبرعات الجماعات الإرهابية إلى آخره، بعد القرارات القانونية التي أصدرتها المملكة أيضا بتجريم وسجن كل سعودي يحارب خارج حدود الوطن. هذا باعتقادي نحن يعني وين فايتين على أي مرحلة؟ نحن هون مرحلتين عندنا. مرحلة الأولى هو منذ سقوط الحمدين أو منذ سقوط المشروع الخليجي أو جزء من الخليج، جزء من الخليج ضد سوريا، إرضاء للسياسات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة بدأ التراجع في الحكم، لأن الحكم هذا يقوم على مسألة معينة يعني لديه على القطعة كما يقولون. هو ماخذ كان هذه القطعة هو القضاء على النظام في سوريا أو محاولة تصديع سوريا أو إرضاخها للسياسات الأمريكية، لم تستطع، لذلك مهمتها انتهت يعني انتهى الحكم. أيضا النظام في السعودية كمان نفس الشيء إذا كان سيستمر. لكن الانقلاب عفوا لكن مش الانقلاب، الثورة المصرية ووصول الإخوان المسلمين إلى مصر أو انطلاق الثورة المصرية سبق انطلاق الثورة السورية. صحيح، بس ولكن الفارق بين النظامين أن النظام في مصر يعني أمس أنا قرأت شيء عن غونداليزا رايس قالت مبارك، لا شك أنه في خلاف في بين خلاف كبير يعني النظامين. مبارك أو سوهارتو الأندونيسي، لمبارك لبن علي، حتى شوي مش شوي القذافي، حتى صدام عندما يقول له الأمريكي انزل فينزل لأنه هو اللي صعده. هلأ بلحظة بيعاند شوي بالسياسي ولكن بيأكلها، بيجي على يعني بصورة مشوهة ومذلة، مثلا مثل ما صار مع صدام ومع القذافي ومثل ما صار مع بن علي. بن علي وين؟ أين بن علي؟ ليس في السعودية. مبارك ألم يكن هناك محاولة للمقايضة معه حتى يجي على السعودية وهو رفض، أو أنه يعني بمعنى من المعاني الأمريكان قالوا لا نجري محاكمة نغير نفاوض الإخوان على مسألة المحاكمة ومن ثم يعني تطيير الإخوان؟ صحيح، السعودية لم تتقد فن السياسي ولم تتقد
حتى أنها تتلقى الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك في الحالين هي خسرانة. عندما تقف ضد المقاومة مثلا بأي لحظة من اللحظات، عندما تقف ضد الثورة في البحرين، عندما تقف ضد قطر حتى بموافقتها مع الإخوان، باعتقادي هذا عقل رجعي عظيم. لا يستطيع أن بس ما يسير عم بفهم. نحن مع التاريخ عظيم. بغض النظر عن الموقف، بالتحليل بعد هذه الإجراءات، ما هي المرحلة المقبلة المقدمة عليها هذه المنطقة إذا بدك من منطقة الخليج وصولا إلى حدودنا؟ نحن بمرحلة تغير. تغير باتجاه شو؟ باتجاه تغيير بنى الدول التي نشأت على أنقاض سايكس بيكو. نحن الآن في مرحلة بناء جديد من ناحية المؤسسات ولناحية الدول ولناحية حراكات الشعوب. بأي معنى؟ يعني أنه بكل المعنى، يعني في مقاربة تنصف سايكس بيكو بأي معنى؟ يعني بمعنى أنه عم نحكي سياسة أم جغرافيا؟ عم نحكي أبدا، هذا تماما الشيء المهم اللي عم تقوله، أنه الجغرافيا السياسية ليست منفصلة عن الجغرافيا الطبيعية، وأيضا ليست منفصلة عن الجغرافيا الثقافية. الآن هذا العالم الجديد في نقاط مضيئة، هو مثلا قوة المقاومة في المنطقة، هذا أمر مهم جدا جدا، هذا يستطيع أن يعود أو يعيد تصويب الاتجاه السياسي. وفي دول تانية لا، فشلت نتيجة لسياساتها الأمريكية والإسرائيلية، وفشلت نتيجة أنه هي بنيتها كنظام لا تحتمل أن تتقدم و تستطيع أن تعيش حالات الشعوب وتطور الشعوب، لأنه هي فيها الفساد، هي فيها الأموال فقط، هي ليس فيها مؤسسات. المؤسسة هي الشخص، يعني عندما يذهب شخص معين تذهب المؤسسة. مثلا اللي صار بقطر أنه تعهد أنه نحن مع تميم أنه نحن ما بنتدخل بالأوضاع، وحاول أن يسحب موضوع سوريا من استلمت هذا الموضوع السعودية. السعودية الآن عندها مشاكل باليمن، عندها مشاكل مع قطر، عندها مشاكل أيضا مع البحرين، عندها مشاكل بسوريا، عندها مشاكل في العراق. طيب في دولة بالعالم ليس لديها القوة الذاتية لأن تتصدى لكل هذه المشاكل، وبالتالي تذهب إلى هذه المشاكل برجليها وتكون بمنأى عن التغيرات؟ إذن التغيير سيحصل في الخليج كما حصل في العراق، كما سيحصل في يعني سوريا. شو يعني يحصل التغيير في الخليج؟ شو معناتها؟ معناتها يعني أنه الشعوب باعتقادي يجب أن تنال حريتها، بمعنى أن يكون لشعب الجزيرة العربية إن كان في السعودية وإن كان بالبحرين أو إن كان لحدود اليمن، يعني سنشهد ثورات في بعض دول طبعًا الخليج؟ طبعا طبعا، ليش ما بدنا نلاقي لا لا، لا المقاربة يعني المقاربة أن التغيير ربما يحصل عن طرق بطرق مختلفة. هل أحد كان بيتوقع مثلا هاي الثورات اللي بمصر وبتونس تحصل بهذه الطريقة؟ أنت تتوقع أن يأتي الوليد ولا تتوقع الصورة، ولا يمكن أن تتصور الصورة. التوقع هو أن يحصل حراكات شعبية ترفض كل هذه السياسة، أكانت داخلية على مستوى النظام، على كان الداخلية على مستوى النظام، مثلا بالنظام السعودي. طيب عظيم أستاذ محمد، يعني نتوقع ثورات شعبية، لكن مبدأ المقاومة ضد مبدأ الثورة الشعبية في سوريا، وضعها لا في خانة يعني الصراع بين المحورين. لا يعني ليش دائما بغير مكان؟ ليش دائما بغير مكان؟ بغض النظر مين الجهات يعني المتحاربة في سوريا. اليوم نحن عم نحكي عن حرب، أي من 3 سنين كنا عم نحكي عن ثورة. أنا سبق وكنت معك، فضل قلت لك أنه هذا اليمني أو هذا السعودي أو هذا العدني أو اللي جاي من تونس أو من المغرب اللي جاي قاتل بسوريا، هل هو يكون وهذا العراقي وهذا البحريني وهذا اللبناني؟ خلينا بالأول، لا 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 خلينا لا بالأول. عم يعني لا. كنا عم نحكي عن ثورة لا. اليوم باتت حربا. استاذ استاذنا استاذ فادي، يلا. كل القوى التي تتحدث عن القاعدة تقول أنها في سوريا، يعني من نصرة، من داعش، من قاعدة حقيقية، من زريقات ما بعرف ايش اسمه، من احمد الاسير، من كل هذه التشعبات. والقاعدة نحن مثل ما نفهم عنها انه هي تركيب عنقودي،
يعني بكل هذه الدول، يعني الظواهري بيعطي أمر مثلا لأبو بركات أو أبو بكر البغدادي أو أبو بكر الجولاني أو أبو محمد الجولاني لكي يكون هو أميره في هذه المنطقة. إذن أنت عم تتحدث عن مجموعات متعددة لم يكن لها علاقة يوما بالمقاومة بالمعنى. المقاومة متى تحصل؟ عندما يكون هناك احتلال أو يكون هناك حكم ظالم أو مستبد يقوم به أهل البلد ذاتهم من أجل التخلص من هذا الاستبداد أو الاحتلال. طيب خلينا نشوف اللي صاير بسوريا، ما هو المطلوب من سوريا؟ ما هو المطلوب من الحكم في سوريا؟ الطروحات المطروحة كان من قطر أو من السعودية لم تكن يوما أكثر دلالة على ديمقراطية من طرح الرئيس الأسد اللي قال أنه يا أخي طيب شلنا هذا المواد من الدستور وأبحنا إنشاء الأحزاب ولنذهب إلى انتخابات وليتم بناء دستور جديد عبر هذه الانتخابات. طيب بأي دولة من هاي الدول الخليجية التي تدعي الإرهاب لهذه المنظمات وعدم القدرة على رؤية هذه المنظمات بحقيقتها أكانت مقاومة أو إرهابية حقيقية؟ يعني هلأ أنا بسألك سؤال، أنه في يعني حزب الله في حدا بالعالم بيقدر يقول انه هو منظمة إرهابية سوى من له علاقة وبإصرار على وجود الكيان الصهيوني الغاصب، لأن من مصلحة إسرائيل أن يقال هذا الأمر. بقية العالم ككل ما حدا بيقدر يقول هذا الأمر، يعني حتى الأوروبيين بلحظة من اللحظات وصلوا إلى ذروي قالوا يا خيي شو الجناح العسكري لحزب الله، بس كحزب سياسي لديه شعارات وقوة مقاومة وحزب، طبعا حزب الله يرفض المس ما بين اثنين أو القول أنه في يعني جانب سياسي وجانب عسكري. الحزب هو حزب متكامل. طيب. متكامل القوة. لذلك عزيزي خلينا ما نحاول أنه نخلط المسائل ونقول أنه مقاومة وثورة. الثورة عادة هي تقوم لقضايا لها علاقة بالاجتماع السياسي، يعني بحرية، بديمقراطية، بانتخاب، بمشاركة، بسلطة، بإعادة بناء سلطة. المقاومة تقوم ضد احتلال. الآن المقاومة في لبنان ضد احتلال. المقاومة الآن في لبنان هي باقية لأنه في هناك أرض لا زالت محتلة. واحد. اثنين، المقاومة في فلسطين لا زالت باقية لأنه في هناك أرض لا زالت محتلة من العدو الصهيوني. فإذا يجب التفريق بين المقاومة. ربما تكون المقاومة مرحلة من مراحل الثورة، يعني فيما بعد مثلا مثل ما صار بفرنسا. طيب فرنسا شو اللي صار؟ المقاومة تقوم ضد أي احتلال. نعم. عظيم. اليوم المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله تقاوم أي محتل اليوم في سوريا، علما أنه المقاومة هي تقاوم محتل أرضه وليس أرض الغير، بغض النظر إذا كان هناك مشروع مقاومة لحماية هذا المحور أو ذاك. أستاذ فادي، نحن عم نحكي عن محور، عم نحكي عن معنى المقاومة. صح. انت جيت احتليت لي ارضي فقمت بمقاومة في مقاومتك لاخراجك من ارضي. طيب مزبوط. صح. مقاومة الجنوب اليوم وين صارت بعد 1701؟ بعد. طيب فضل. بعد اول شيء خليني اللي بيقولوا دائما والبعض ينسى انه في عملية لبونة، انه العدو الاسرائيلي تقدم امتار، كان في هناك كمين وبالتالي راح إسرائيلية وكان آثار الدماء الإسرائيلية موجودة بعدها كانت على الحدود. هذا واحد. الثاني، الإسرائيلي دائما عندما يقوم، حتى عندما يقوم الإسرائيلي بمناورات، والآن يقوم بمؤامرات، يعني بالأمس كان في مناورة وقبلها مناورات متعددة. لماذا؟ لأنه يريد إدامة احتلاله لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة وأن يعود إلى احتلال لبنان إذا استطاع. هذا أمر. الأمر الآخر هو أنه يستطيع الهيمنة على المنطقة النفطية أو المنطقة الاقتصادية اللي موجودة في عرض البحر، واللي هو يمكن يبلش فيها هلأ الغاز وكذا. طيب بالنسبة لموضوع سوريا خلينا نكون صريحين تماما. هلأ بموضوع المقاومة رح ارجع له بالبيان الوزاري. ماشي. طيب فضل. بنرجع له بالبيان الوزاري وبخطاب الرئيس كمان إذا بدك. بالنسبة لسوريا نحن ما لازم كمان نرجع نخلط كل التصريحات وكل التوجهات منذ بداية الثورة السورية. أنا قرأت مقالات لبرهان غليون وقرأت للتاني سيدة
وقرأت لكثر منهم لم يتحدث يوم منهم عن حسنات المقاومة وتحرير المقاومة لجنوب لبنان، بل قالوا سنقطع العلاقات مع إيران وسنضع حد للعلاقة مع حزب الله والمقاومة، وبالتالي سنتقدم إلى لبنان من أجل اقتلاع حزب الله. بعضهم وصل إلى هذا الحد قبل أن يفكر حزب الله أصلا بالدخول إلى سوريا. يعني سبقت كنت بدي أقول لك أنه من بعد ما دخل حزب الله إلى سوريا، يعني حزب الله لا مش من بعد ما دخل حزب الله، قبل كثير قبل كثير، قبل بأشهر وحتى بسنوات. أنا بتمنى الكل يرجع للأرشيف وشوف تصريحات هؤلاء هذه المجموعات من الائتلاف إلى داعش إلى نصرة إلى غيرهم. أنا بسأل سؤال، هل فعليا الحرب في سوريا هي حرب طائفية أو مذهبية؟ هي ليست كذلك أبدا، هي حرب وطنية على خط، يعني جوندوليزا رايس بيتذكر الكل وقت اللي الوزير جنبلاط وليد بايك جنبلاط عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت له جوندوليزا رايس نحن نريد تصحيح سلوك النظام السوري ولا نريد تغيير النظام السوري، ساعتها إجا لبنان وغير. المشكلة أنه كل ما وضعوا القطريين وكل ما وضعوا السعوديين هو من أجل تغيير السياسات. هلأ يقول لهم النظام السوري يا عمي ما بدي لا علاقة مع إيران ولا مع حزب الله، ساعتها كل هاي المجموعات ترجع على بيوتها. من سهل لها؟ أنا وأنت. يعني اللي سهل لهذه المجموعات هي معركة حزب الله، فقط هذه الجملة. الذي سهل لكل هذه المجموعات أن تدخل إلى سوريا هم أعداء المقاومة مش حلفاء المقاومة. يعني دخول حزب الله، تدخيل هذه المجموعات هو لتطويق المقاومة من وقت اللي يعني ما يجري في سوريا اليوم هو معركة مقاومة. تماما تماما معركة مقاومة، وبالطريق السعودي هلأ والأمريكي. أنت بتتذكر الأستاذ محسن، أنت بتتذكر في بداية الأزمة وقبل انطلاق الثورة السورية كم مرحلة خاضت سوريا مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيلي؟ بسألك سؤال. مفاوضات مباشرة، غير مباشرة مع الإسرائيلي، وفي في حتى بتركيا كان في كلام كثير كبير للرئيس بشار الأسد بيقول إنه يجب على لبنان أن يفتح مفاوضات مع إسرائيل. حان الوقت للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. لا بعد بلا طيب كمان نرجع للأرشيف، حتى سلفا يعني عزيزي مبدأ المقاومة ضد التفاوض مع العدو لم يضغط. خلينا نقول بكل وضوح، لم يأتي يوم يضغط فيه الرئيس بشار الأسد على المقاومة في لبنان أن تتخلى عن سلاح أو غير. هذه شروط أمريكية كانت موجودة. بس بعدين بدي أقول لك شغلي، أنه هلأ أنا ذكرت أنه 8 أذار. أيمتى 8 أذار؟ مش اليوم 8 أذار ولا بكرة 8 أذار؟ اليوم 5، اليوم 7 بكرة 8 أذار. 8 أذار شو قصة 8 أذار ونشأة 8 أذار في لبنان حتى؟ شكرا سوريا على ماذا؟ على احتلال 30 سنة في طيب لبنان. من الذي أتى بسوريا إلى لبنان؟ العوامل السياسية مين؟ السعودي، الأمريكي، والسوري. الفرنسي والسوري طبعا، والكتائب والقوات اللبنانية وكل اللي أحزاب اللي كانت موجودة في لبنان وخاصة الأحزاب المسيحية. ب76 بمؤتمر قمة عربي أتت هذه القوات العربية، قوات الردع العربية، صحيح؟ مش حزب الله اللي جاب سوريا على لبنان. حزب الله مش استفاق خلال مسيرته يعني كمقاوم. إذا كانت العوامل السياسية أدخلت السوري إلى لبنان، أدخلت السوري إلى لبنان بالسبعينات. يجب أن يبقى الاحتلال السوري يبقى في لبنان. لا إلى ما شاء الله. لا ما كان لازم يبقى. أنا ما عم لك أنه كان يبقى أو ما كان يبقى، بس أنا عم لك أنه كان من مصلحة السعودية. وأنت بتعرف عمليات الصاعقة ومن هي الصاعقة، يا عزيزي ما بدنا نفوت على التاريخ. عام السين طيب. وقت اللي كان مشابك إيد عبد الله بإيد الأسد موجودين بمطار بيروت من الشام وجايين يحلوا القصة. روقوا علينا شوي. 8 أذار هي فقط لموقف سوريا من موضوع المقاومة التي يعني حفظت أو سلحت بلحظة من اللحظات، وقفت معها يعني النظام في سوريا وقف معها بشكل بدون أي تساؤل. هذا الذي خلق 8 أذار قبل أن تكون هناك ثورة. يعني معنى ذلك المقاومة في لبنان هي مع النظام في سوريا لأن هناك تقاطع
هذا التقاطع في المصلحة يؤدي إلى ضرب العدو الأساسي. يعني هون معرفة من هو العدو الأساسي العدو اليوم الأساسي. من هو العدو الأساسي؟ العدو الإسرائيلي. الإسرائيلي الإسرائيلي ما تغير ولن يتغير. بالنسبة للمقاومة هناك يعني أولوية فاقعة واضحة اليوم بالنسبة للعدو الإسرائيلي. إزاحة بشار الأسد خط أحمر قبل على الأقل طول بالك ما أنت خبير وبتعرف قاري مني قاري أكثر مني بكثير طيب. وبتقرأ بين الأسطر ماشي الإسرائيلي بده بقاء الأسد. أري المقالات الأمريكية والإسرائيلية على الأقل أنه للوصول إلى البديل. لكن الإسرائيلي هلأ آخر شيء بده إياه لا بده الأسد ولا بده هوليك، بده الفوضى. هاي الفوضى ما يسمى الخلاقة أو البناءة اللي سماها الأمريكي، بده الفوضى بالمنطقة حتى يبقى هو القوة المنظمة العسكرية الواحدة التي تستطيع أن تفرض أجندتها السياسية على كل المنطقة. ما أنت قلت كوندوليزا راس قلت للوزير تحسين سلوكه. تحسين سلوك يعني سلوك. لا نريد إزاحة بشار الأسد. لا لا مش معناتها لا مش معناتها. وبال 2006 كمان ممكن أن يذهب خي في حدا خدم للأمريكان أكثر من صدام؟ ليش له تتغير مراحل السياسي عند الأمريكان بعقل يعني بولتون وماكين وكذا بعد لحد هلا بده النظام السوري اليوم يا استاذ محسن شو عم بيضايق الاسرائيلي خلينا بيضايق الاسرائيلي شو بيضايق شو عم بيضايق الاسرائيلي الشرط الاساسي كولين باول بال2004 وقت اللي اجى الرئيس بشار الاسد قال له بس بدنا مسالتين وبالتالي الى الابد هذا النظام. المساله الاولى قطع العلاقات مع ايران، ثاني أمر عدم تزويد حزب الله بالأسلحة، يعني عدم وصول الأسلحة إلى حزب الله، وهذا ما تريده 14 لكن كان أضعف من البديهي يا أستاذ محسن أنه يكون في جبهة على الأقل بالجولان لاستعادة هذه الهضبة المحتلة من قبل الاحتلال الغاصب. أنا قلت لك كمان من معك من بديهيات الأمور أن تكون الجولان جولان سورية كمان برجع إسرائيلية. بختصر هذا النظام لم يتوقف يوما عن معاداة إسرائيل، خذل من اتفاق كامب ديفيد للآن وخذل من كل العرب، قال انه هو بيساعد المقاومه، مو مستعد يفوت بحرب لانه سيخسر كجيش نظامي. وهون هذا قول للحكم في لبنان، للنظام في لبنان، انه الجيوش لا تستطيع يعني المقاومه. يعني النظام السوري عم يعمل مثل ما قال تشرشل بالحرب العالميه الثانيه، ساحارب لا لا ساحارب لا الاعداء حتى اخر قطر الدم ماشي لبنانيه. ماشي بريك قصير ونعود لمتابعه بيروت اليوم يا اخي. بريك قصير مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ محسن صالد. أستاذ محسن خلينا نفوت على الشأن اللبناني فيما يتعلق بإمكانية الاتفاق على تخريج ما للبيان الوزاري. هل تقرأ أي تفاؤل بضرورة التوصل إلى هذا البيان بين اليوم الجمعة والتنين ربما؟ أي يبدو أنه هناك فهم جديد، خلينا نقول أنه يا أخي موضوع المقاومة لا نستطيع التخلي عنه، وبالتالي يجب ذكر المقاومة بشكل أو بآخر، حق الشعب اللبناني في المقاومة حق. بس أنا بدي يعني طبعا في شيء إيجابي طلع بتصريحات من المستقبل أمس من فخامة الرئيس من دولة الرئيس، طبعا دولة الرئيس بري كمان وجملات، ويعني بايك عم يبحثوا عن حل لصيغة معينة يقدر يمروا فيها. بس أنا بالأصل بدي أقول أنه في مشكلة بهذا العقل اللبناني الذي بدل أن يعتز بالمقاومة تراه منذ عام 2004 يتنكر لهذه الجهود والتضحيات التي صنعتها المقاومة منذ قرار 1559 عندما سميت المقاومة أنها ميليشيا، ولم يرد أحد من النظام في لبنان، أو ربما ردوا طبعا أنه هاي مقاومة مش ميليشيا بس، ولكن لم يستمر الأمر كثيرا من أنه هذا قرار 1559 ليس فقط يجب أن نضع في يعني سلة المهملات خاصة فيما يتعلق بموضوع المقاومة، وإنما يعني في موضوع جعل المقاومة يعني عملوا له ناظر تيرورد لارسون معروف
أوسلو وإسرائيل وعلاقاته وكذا، يعني معروف أنه هو بنيويا ضد هذا البولتون إلى آخره. طيب هل أنا كلبناني بدي يكون صورة عن تفكير بولتون والتفكير الأمريكي أو التفكير الإسرائيلي حول المقاومة، أم أنه يجب أن أعتز بهذه المقاومة وتبقى المقاومة، خاصة أنه هاي المقاومة كما أرى أنها يعني لا تريد حتى المشاركة. يعني شوف أنت بالوزارات، نعم شوف بالوزارات، حزب الله الوحيد اللي ولا مرة بيقول بدي هاي الوزارة أو تلك الوزارة مثلا. يعني بالنظام اللبناني داخل السياسات اللبنانية حزب الله لا يفرض شيء ولا يريد من هذه الوظائف شيء. حزب الله بمقاومته هذه أنا باعتقادي يجب أن يكون نموذجا يحتذى في مسألة الوطنية. هل نريد وطن؟ هل نريد وطن يحفظ مقاومته أم لا؟ نموذج يحتذى به بقضية الوطنية بهذه النقطة. نعم. يعني اليوم عم بيقولوا له للفريق الآخر، عم بيقول 8 أدار ولا حزب الله، تعالوا لنضع المقاومة تحت كنف الدولة اللبنانية. هون في إشكالية، أين الوطنية في حال لم تكن هذه المقاومة؟ عم نطرح سؤال، أين الوطنية في حال لم تعد هذه أو لا تريد هذه المقاومة أن تكون تحت كنف شيء اسمه دولة لبنانية؟ أستاذ، شو يا أستاذ؟ المقاومة تقدم تضحيات. الذين يجلسون على الكراسي يتحدثون مرة بلغة خشبية ومرة بلغة ذهبية ومرة بلغة بلا معنى. معنى المقاومة هو هذا الجهد الدائم لإبقاء الوطن. شو عملوا هاو السياسيين الذين حاولوا إما بالسياسة جهد أن يبيعوا عظيم الوطن بس عم بس أن يبيعوا الوطن بدي لحق لك على تعابيرك، جهد لإبقاء هذا الوطن طبعًا. عظيم. طيب إنه شو بيتعارض إذا كانت هذا الجهد ضمن الدولة اللبنانية؟ أنا بقول لك شو، في موضوعين أساسيين. الموضوع الأساسي ومش متفقين عليهم، ما كان حدا مع المقاومة أن تقاوم العدو الإسرائيلي منذ عام 1982 لحد 2000 لوقت اللي انتصرت. قبل الأيام كان في ناس عم تشكك بهذا الأمر وتقول بارودي بدت جابها الإسرائيلي كما حصل مع الجيوش. وهون برجع بقول لك تذكر بالشيء اللي قلته أنه الجيش العربي المصري بكبره بعظمه لأنه الأمريكان يوم آل السادات كل الأوراق بيد أمريكا، يعني عند الأسلحة والقدرات. المقاومة تستطيع، كان في الدولة لا يستطيع ولم يستطع. يعني لو كان في هناك مقاومة أكان على الجانب السوري في الجولان أو أكان في سيناء، ما كانت احتاجت أن تذهب مصر إلى كامب ديفيد وتستسلم بكل هذه الشروط للاعتراف بكيان غاصب سيبقى غاصبا إلى أبد الدهر. يعني 7-8 ملايين فلسطيني شو بتعمل فيهم؟ هؤلاء اسمهم فلسطينية وهي اسمها فلسطين، لا تستطيع أن تتنكر لهذا الأمر. بقاء المقاومة، الأنظمة تتغير، النظام كان في الدولة يتغير، الدولة تغيرت. حتى يعني بدناش نحكي عن قضايا أنت بتعرفها أنه بال75 أين كانت الدولة، وزارة الدفاع بال76 خلينا بال2014 خلينا بال2014 خلينا بال2014 اليوم في دولة وما في دولة الآن بال2014 وفي دولة وفي مشارك فيها حزب الله ومشارك عظيم. فيها المقاومة يا أخي ما زال حزب الله مشارك في هذه الدولة. ايه عزيزي ما هناك طيب. ما مشارك في مكان ما بالسياسة لكن خليني حوار. أنا في الخارج يعني لك أنا أول مرة بدي أجرأ وأقول شيء اقتراح هذا من عندي شخصية بقول ولم يصهر أنه في هناك تنسيق بين الجيش والمقاومة، صح ولا مش صح؟ صح أمنيا وعسكريا. حتى أنا لو كنت مطرحهم لهولي اللي بيقعدوا بطاولة الحوار بقول إذا كانت الدولة حريصة على المقاومة، حريصة على المقاومة وعلى إبقاء المقاومة، بقول أنا عندي ثقة بهذا الجيش، عم أقول إنه هذا الجيش هو جيش الوطني وما حدا عنده شك بهذا الأمر، وفي مقاومة كمان حريصة على هذا الوطن، هناك تنسيق، هذا التنسيق يؤدي إلى انتصارات، عم يؤدي فعليا إلى انتصارات من العديسي إلى اللبوني إلى المجموعات الإرهابية اللي موجودة في لبنان كان بعبرها أو بغيرها، أدى إلى إنجازات مهمة، وبالتالي جعل المواطن اللبناني يشعر أن هذا التعاون بين الجيش والمقاومة قادر على أن يحمي الوطن.
طيب عظيم، أنتم يا سياسيين شو بعرفكم بهذا الموضوع، الاستراتيجيات الدفاعية أو الدفاع؟ الذي يعرف هذا الأمر هم العسكريون. طيب اتركوا لقيادة المقاومة ولقيادة الجيش اللبناني أن تنسق فيما بينها وتكون أفضل استراتيجية دفاعية. ليش عم يعني أن المقاومة ولا مرة تنكرت أنه للدولة وسمحت للدولة بمؤسساتها وكل موجوداتها في الجنوب وفي البقاع وفي الضاحية وفي غيرها أن تكون موجودة بطيبة خاطر، وليس مني أصلا من المقاومة أن تقول للدولة تفضل، لأنه المقاومة هي عملها المقاومة ضد العدو الأساسي والرئيسي اللي هو إسرائيل، مش عملها أن تنظم أمور الناس. إذا ريحتها الدولة للمقاومة بيكون فضل للدولة. تغير مبدأ المقاومة اليوم أستاذ محسن. لذلك يا عزيزي محسن، أنا اقتراحي هذا يتفضل. سؤال اليوم، المقاومة اليوم عندها مشروع آخر وهي مكافحة الإرهاب، في يعني انطلاقا من بيئته إذا جاز التعبير، انطلاقا من خارج الحدود باتجاه سوريا، مظبوط هذا الكلام أو لا؟ محاربة الإرهاب الذي يعتدي على أمن المواطنين اللبنانيين، وهذا الإرهاب باعتراف أصبح عالمي الوجهة، يعني مش له يعني وجه فقط لبناني بيقوم بتفجير الأبرياء من مسيحيين ومسلمين وغيرهم، بيقوم باختطاف راهبات، بيقوم بتدمير الكنائس وتدمير الجوامع وتدمير. طيب هناك مقاربة تؤمن بها 14 أدار تقول مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا استقدم الإرهاب إلى لبنان، والدليل الكم الكبير من الضحايا الذين يسقطون نتيجة العمليات الإرهابية والانتحارية. فتنا بمبدأ انتحاري هلا وهو الأخطر إرهابيا. عزيزي يعني هل معلولة وهالحلب وهالقصير وهالغوطة الشرقية وهل المخيم اليوم عاملين اجتماع القوى الفلسطينية، هل هذه أنواع الإجرام التي كانوا يتفننوا فيها هي قبل دخول حزب الله ولا بعد دخول؟ لحظة استاذ محسن، خليني داخل الحدود، خليني هلا داخل الحدود. الشأن السوري مع احترامنا لكل الامور، يعني دخولوا في سوريا مش هيك؟ اذا كانت القضية السورية ما بتعنيهم، تعني المقاومة ان هناك جهة تريد ان تطوق المقاومة من سوريا من خلال اسقاط النظام الذي انا حكيت بخلال هذا العرض، الذي يريد أن يسقط هذا النظام فقط لأنه يدعم المقاومة وفقط لأنه يساند المقاومة، مش لأنه يعني هلأ بكرة الأمريكي يقول هذا النظام علماني وبدنا إياه وهو حزب بعث حزب شو ما كان، هلأ بطل حزب بعث، هذا حزب أكثر حزب علماني موجود يمكن أن يؤمن الديمقراطية، وما بدنا نظام لا دولة داعش ولا دولة النصرة ولا دولة الوهابيين ولا دولة هاو. بيرضوا ولا ما بيرضوا؟ لشفتن شي مرة اعترضوا على سياسة أمريكية؟ ولا مرة أبدا اعترضوا على كل سياسة يمكن أن تؤدي إلى تقوية المقاومة منذ عام 1982 للآن. يا أستاذ محسن يعني عم تشتت للمحور، ما رح شتت عم تشتت لك للمحور. لا أنا عم قلك في مقاربة لبنانية تقول مشاركة حزب الله في سوريا استقدم الانتحاريين والإرهابيين إلى لبنان وإلى مناطق حزب الله بالتحديد. بدك صح أو خطأ؟ إلا خطأ. بهيدا الإطار جاوبني. مش بس مناطق، بس بهيدا الإطار جاوبني. أنا بجاوبك. بأي معنى خطأ؟ أنا بقول لك بأي معنى. متى كانت الضاحية الجنوبية عرضة لهذه الانفجارات؟ عم نحكي مؤخرا يا خي. طيب مؤخرا. عم نحكي مؤخرا. هذيك غير أمور. مؤخرا. كان الإسرائيلي اليوم منه الإسرائيلي يلي عم بفوت على الضاحية الجنوبية. لحظة، كل الأدبيات السياسية خلينا نقول والخطابات السياسية التي لداعش أو للنصرة أو للإئتلاف أو للجيش الحر كلها تشير إلى عداوة إلى حزب الله نتيجة مقاومته. طيب أنا شو بعمل؟ مقاومته وين؟ مشاركته وين؟ في سوريا؟ لا، كمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. وهلأ بدي أقول لك شغلي كمان من شان يعني هاي المسألة، هناك تنسيق الآن بين الإسرائيليين وبين مجموعات وخاصة الجيش الحر من أجل إقامة جدار عازل كجدار سعد حداد ولحد فيما بعد على قنيطرة، وكانت ضربة إسرائيل لجنتا هي محاولة للرد على هذا الموضوع أكثر من مسألة الأسلحة.
هناك تنسيق هائل. يعني أنا وقت اللي ما يسمى، إذا بدي أفترض أنه الثورة السورية هي صديقة الشعوب، مع أنه لحد هلأ لم يتبين أنها ثورة على الإطلاق، هي تحريض مذهبي وطائفي سياسي كله من دول، من تركيا إلى التفافا حول سوريا حتى من البحر، من كل النواحي لتوصيل أسلحة. هدفها الأساسي شو؟ ضرب النظام على شيء من النظام اللي هو المقاومة، وليس على تركيبة النظام. لا، ما كل عمره حافظ الأسد، الرئيس الراحل حافظ الأسد، أصحاب كثير هو عبد الله وفهد، ما كل عمره إنه كان علوي هذا النظام وهلأ بطل علوي، أو كان مش علوي كان سني وهلأ صار علوي. شو هالكلام هذا؟ الكلام يجب أن يوضح، أن يوضح بصورة دقيقة. موضوع المقاومة هو الهدف الإسرائيلي، هو الهدف الأمريكي. ما يراد من كل هذه المجموعات هو حرب بيناتهم. طيب، حرب بيناتهم. طيب، المقاومة هي الهدف الأساس. طيب، في مجابهة للمقاومة، في محاربة ضد المقاومة بميل، وفي تفاوض كبير واسع النطاق في ميل آخر. يعني هذه اتفاقية تاريخية بين إيران والمجموعة الخمسة زائد واحد. ويلا أنه بطل في كلام عن الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. شو ليش عم تضحك؟ كنت عم تحضرون؟ لا، لأنه كنت حاكي بهذا الموضوع سابقا، أنه أنا بقول عن واحد عمله شيطاني بما يقوم به من عدوان، من افتئات، عظيم، من عظيم. أوكي. بعد عندي تدبير مؤامرة إلى آخره. أنا بقول عن الشيطان وقت اللي بيتغير بصير يعني أمريكا. عظيم. أمريكا تغيرت إلى ضعف، لم تعد تستطيع أن تفرض شروط على العالم كما كانت. هذا موضوع جورجيا، موضوع عظيم. أوكرانيا، موضوع سوريا. طيب. موضوع العراق، موضوع مصر، حتى يعني أمريكا ضعفت. حتى المشير السيسي ذهب إلى روسيا. عظيم عظيم. يعني هذا ماك. الشيطان الأكبر صار أصغر وضمحل، يعني يأفل أحسن كلمة. عظيم. لكن يعني بطل، لا، لم يعد يستطيع مجابهة المقاومة عسكريا من خلال هذه المنظمات الإرهابية. صحيح. طيب. صحيح. معنى ذلك أنه المقاومة والنظام في سوريا سينتصر على كل هذه المجموعات. كيف وبالتالي كيف هذا كيف هذا جزء كيف من التغير اللي كيف سينتصر؟ بعد عندي دقيقتين بس. سينتصر من يعني العسكري. ما هي ما هو أفق المعركة، معركة حزب الله في سوريا على الأقل؟ حزب الله هون بيبرود. صح، بيبرود. شو الأفق؟ قريب. وقديه بعد فيه يتحمل بيبرود. حزب الله سياسيا، أمنيا، طول بالك، ومعيشيا. بديتين. حزب الله كما صبر في المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وكانت أشرس وأكبر وأكثر خطورة وأكثر دمارا، خاصة ب 33 يوم 2006. أكثر من هيك صار شيء؟ مجازر صار بآنا، بمروحين، بالنبطية، بكل الأماكن، بلبنان، بالجنوب وبالبعض صار في مجازر. هذه المجازر لم تفت من عضد ولا من عقل من عقل المقاومة لأن تخضع لا للعدو الإسرائيلي، كذلك لن تخضع لهذه المجموعات، لأن هذه المجموعات يعني ليس فقط أنه ليس لديها التقنيات التي تستطيع أن تواجه، ولكن ليس لديها العقل حتى التقني لكي تستطيع أن تواجه قوة حزب الله وقدرته على التغيير في المنطقة. إلى جانب حزب الله في جمهور حزب الله. صحيح. المدني. صحيح. يعني كمان هون صبر كثير، يستطيع أن يصبر شهر شهرين، عملية شهر شهرين فقط. فقط. طيب، عند هذه النقطة بتنتهي حلقتنا معك أستاذ محسن صالح. بدي أشير أنه اجتماع اللجنة الوزارية قد انطلق في هذه الأثناء في السرايا الكبير. مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة. تابعونا. شو خلص الوقت؟ أنه عم أخذتني بالتاريخ وبالأرشيف وما اخترتنا وقت. أنا بشكرك على كل حال أستاذ محسن. مشاهدين الكرام، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكترونية mtv.com.lb. إلى اللقاء.